وصلنا أخي، هاي هي المدرسة. ما رح طويل، استناني هون. يلا بشوفك. وين بدي اشوف بنت صالح البنت الحلوة؟ أميرة وينك؟ ليك وينك؟ رح يجي أبوك كمان ليتفرج؟ رح يجي ورح يكون هون بعد شوي. خايفة شي؟ إيه، لما قرأت بالبيت ما خفت، بس لما أقرأ هلأ قدام الكل إن شاء الله ما خاف. صيدرة؟ صيدرة تعالي بنتي. إجت ماما، لازم روح. مرحبا يا حلوة. أنت من العمليات الخاصة؟ بلا، وأبوك اللي بعتني. ليش بقى؟ هو ما رح يقدر يجي، قال لي روح جيب لي بنتي وتعال. إذا هو عنده شغل ليش بده يعني يروح لعنده؟ بدي اقرا شعر بعد شوي، في حفله اليوم وبابا بيعرف هالشي. والله ما بعرف ليش. قال لي روح جيبها وتعال. شو هدول تاخروا كثير؟ اخي في سياره عم تقرب. عكيف سياره بينت ومتوجهه لعنا. ايه ليكن وصلوا. جهزوا حالكم، بلشت الحفله شباب. بسم الله. ايوه رفيق، العمليات الخاصة قطع الطريق. شو نعمل؟ عمليات خاصة؟ ليش عاملين حاجز؟ شو بدهم؟ شو جابهم بدهم؟ والله المعلمة. ليك اصحك تتوتر، خفف السرعة. هلا عاملين هاد وقتهم. الكلاب قاطعين طريقنا شباب. وقف عمهلك، وقف عملك. كل يحمل سلاح. يلا حاضر رفيق، تعجلوا. تعجلوا يلا يلا، احملوا سلاحكم. يلا جاهزين. زلم من السيارة، حط ايديك فوق راسك وانت نازل. زل بطحولك عبطنك. يلا في شي حدا غيرك بالسيارة؟ يلا صار جاهز. ما تاخذ هلا يا جاهزين، لا تاخذ هلا، رح ننزل. يلا على السريع على السريع. نزلوا من ورا، ديروا بالكم. يلا يلا شباب. الشباب عم بيقوصوا على السيارة. وقف 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 هون، انزلوا من السيارة. هدول حوطونا من ورا كمان، خليكن عم تقوصوا على هالكلاب. خلينا نروح بلا ما ينطر أبوك كتير. بابا لو ما بيقدر يجي كان اتصل، وأكيد رح يخبرني. قديشك بنت عنيدة؟ مشغول ما بيقدر يتصل. هاتي إيدك أمشي. مالي جاير، رح اتصل ببابا. إيه زودتها كتير، قدامي لشوف. امشي لشوف. وبعدين عفوا لو سمحت، مين حضرتك لتجي وتاخد نازلي؟ هلأ مشغول مثل مشايف، نتعرف بعدين. امشي امشي يلا. على القليلة تبطل تخاف. نازلي بنت قوية كتير، لا تاكل همها، ما رح تخاف. ما بيمشي الحال ما اجي اخدها. بعدين ستة بتضل تعبي براسها انه ابوكي ما بيهتم ولا بيسأل عليك. مزبوط حكيك اخي، ليكنا وصلنا ما في مشاكل. بس بالي عند عاكف والشباب، شو بيكون صار معهم؟ انا مطمنة وما في داعي للخوف، بيقدروا يدبروا راسهم. ليك هنيك رح نوصل. آه.
أخي عاكف، هدول انقسموا لمجموعتين وعم يهربوا. لما قلقتهم رح ورجيهم نجوم الظهر. حركي يلا. يا ناس وينكم؟ يلا ساعدوني، هذا الزلمة بده يخطفني. تعي لهون يا ناس. تعي يا ناس الحقوني. نازلي بنتي ساعدوني. شو عم يصير من هالزلمة؟ هذا ماشي رأسي عم يخطف نازلي. وقف سلحقوني. بحاجة دورية الدعم، بعتوها على مدرسة شاويش باشا. وقف كرر. وقف عندك. دورية على مدرسة شاويش باشا. يلا استعجلوا، خلصني من بين ايديه. اترك بنتي اعمل لك. اترك سلاحك. كأني حذرتك مع هيك بابا. حذرتكم، قلت لكم انه ما راح اترك دم اخي يروح هدر. شو ما كانت مشكلتك حلها معي، بس بنتي اتركها. بابا مشان الله ساعدني. كمان تطلع وحدي بقتل البنت. خليكم مثل ما انتو. واطي يلي ما في بقلبك من الانسانية ولا سرة. هاي البنت ما دخلها بشي، تركها لعلا ومثل رجال حل مشكلتك معي انا. بالله يعني انا ما راح اطلع بروحك كمان. بابا مشان الله خلصني منه. وقفوا لا تهربوا. كارلوس الله يلعن هالحظ. رفيق شو ساوي؟ وين بدنا نروح؟ لازم نتخبى بالشعرنة. لا كارلوس دير بالك، احتمال يكون في مدنيين. خلينا نتخبى بالجامع معناتها. تمام الحقوني. هدول هربوا، يلا الحقهم كارلوس. يلا ما لازم يفلتوا من ايدينا. هدول جماعة في من وراهم قصة كبيرة. أخي شكلهم رح يفوتوا على الجامع. أكيد ما لهم فايتين على الجامع لحتى يصلوا. الحقني كارلوس الحقني. يلا اترك سلاحك، قلت لك اترك سلاحك. إذا ما بدكم البنت تموت نزلوا سلاحكم. بابا دخيلك ساعدني. ناصلي بنتي لا تخافي رح خلصك منه. بابا أخي صالح رح يركبوا بالسيارة. بابا طاي. بابا لوين بده ياخدني؟ إلي ضروري نتصرف بسرعة. يلا دعاس بسرعة روح. بابا الحقني، اتركني رسي. إلي لا تشغل بالك، هرب الواطي ما رح يقدروا يبعدوا كتير. لازم نلحقهم نطلع وراهم. وقف 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 وقف. شوفي اخي انا شرطي وهي هويتي، هلا خطفوا لي بنتي، فينا نستعير سيارتك؟ ضروري اخي اعمل معروف. اي ضرر بالسياره بوعدك صلحه، بنتي رح تروح مني دخيلك. اعطينا اياها بترجاك. ماشي خدوها. شكرا لك.